كل سنة وانت طيب يا بيه. الشاي يا أستاذ، كم مرة بتسمع الجملة دي كل يوم من العمال والسايس والمطاعم وأي حد بيقدم لك خدمة هي في الأصل بتكون شغله علشان بس ياخد بقشيش؟ بس انت عارف ان في بعض الدول ما يعرفوش حاجة اسمها بقشيش؟ ده كمان في دول عملت قانون مخصوص علشان تمنعه. بس السؤال هنا، ايه هي الدول اللي بتمنع البقشيش؟ وايه أصلاً أصل كلمة البقشيش؟ ومين الدول اللي أصدرت قانون علشان تمنعه نهائي؟ أنا مريم مجدي وكل ده هنعرفه في الفيديو ده. مين فينا لما بيكون في مطعم أو بيركن عربيته أو حتى في مستشفى مش بيسمع جملة كل سنة وانت طيب يا بيه اللي بنسمعها كل يوم تقريباً بمناسبة ومن غير مناسبة؟ وطبعاً الغرض منها إنك تدفع بقشيش لأي حد بينفذ شغله العادي زي الجرسون والسايس والممرض وغيرهم كتير. وطبعاً بعض الناس بتدفعه كنوع من أنواع الإعانة أو يعني نوع من أنواع السخاء والكرم. بس هو كلمة بقشيش دي أصلاً جت منين؟ بص يا سيدي، حسب موقع اليوم السابع، الكلمة دي أصلها فارسي والعرب عرفوها عن طريق الدولة العثمانية، وكانوا زمان بيقولوها بخشيش أو بهشيش، لكن مع مرور الوقت بقت بقشيش. وهي كانت بتعبر عن المبالغ اللي كانت بتدفع لحرس الأسواق مقابل دخول السوق من التجار أو يعني المشترين، يعني نقدر نقول عليها دلوقتي إتاوة. ورغم إن الكلمة دي طبيعية، بس انت عارف ان في بعض الدول بترفض كلمة بقشيش؟ ده حتى ممكن يكونوا مش عارفين ايه معناها، زي الصين مثلا اللي اي مرادف لكلمة بقشيش مش جزء اصلا من ثقافتها. ده كمان معظم المؤسسات حطت قواعد صارمة علشان تمنعه نهائي، خصوصا في المطاعم ومراكز التجميل، وده لانهم بيعتبروه مكافأة غير مهذبة ومعناها ان العامل مش بيتقدر من صاحب المحل كفاية. كمان من ضمن الدول اللي بترفض البقشيش اليابان. هي مش بس بترفضه، لا دي كمان بتعتبره نوع من انواع الاهانة، وده علشان ايمانهم بان اتقان العمل بدون انتظار مقابل من العميل هو واجب لابد منه. دي كمان كوريا كانت من ضمن الدول اللي بتعتبره اهانة، وده علشان الشعب الكوري شايف انه طالما العامل بياخد مرتب مقابل شغله يبقى ملوش حق ياخد اي مبلغ تاني من اي حد. كمان استراليا مفيش حاجة عندهم اسمها بقشيش في ثقافتهم، ده اساسا الموظفين والعمال في اي مؤسسة هناك مش بيستنوا اي مبلغ من العملاء قدام خدماتهم، وده لانهم عارفين ان اللي بيعملوه في شغلهم واجب عليهم ومش تفضل منهم. ومن بين الدول دي برضو هي نيوزيلندا اللي شعبها جاهل بكلمة بقشيش اصلا، دول كمان بيستغربوا لما اي حد من العملاء يديهم مبلغ زيادة عن المبلغ المطلوب. اما بقى في بريطانيا فهي من سنين اصدرت قانون جديد بيمنع دفع البقشيش في المطاعم، وده وفقا لصحيفة ديلي ميل. ومش بس كده، ده كمان الارجنتين مش بتعرف حاجة اسمها بقشيش، لكن بتسمح للسياح بس في المطاعم انهم يدفعوا 10% زيادة كرسوم خدمة في المطاعم. دلوقتي بقى قولنا، شايف ان البقشيش ده اعانة ولا اتاوة؟